بدراسة غريبة من نوعها. نعم. واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018. سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 عام. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سوف نستعرض اليوم فيديو أرسله لي بعض الأحبة، انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحببت أن أقوم بتصحيحه، يتعلق بطائر الحدأ. كما سنتناول في هذا اللقاء، لماذا أمر النبي بقتل هذا الطائر؟ طيب أليس هذا الطائر مخلوق من مخلوقات الله؟ لماذا خلقه الله ثم النبي يأمر بقتله؟ هنا حكمة دقيقة سوف نتأملها إن شاء الله. سنتأمل الكم الهائل من الخسائر التي سببها هذا الطائر، وإهمال هذا الطائر وعدم ملاحقته والتخلص منه. وأخيرا نتعرض لدلالات هذا الحديث الشريف. قبل ذلك أيها الأحبة، دعوني أتأمل. طبعا هذا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا، ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا. نعم. أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب. نعم. من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها. نعم. واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018. سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 عام. الله الله الله. لذلك إذا أحببت، طبعا أيها الأحبة، هذا الفيديو سأتوقف، الجزء الأعلى صحيح، ولكن هنا المشكلة. هذا الفيديو، هذا طائر حقيقي، ولكن هذه الصورة مركبة عبر برامج معينة مثل فوتوشوب، فهذه الصورة غير حقيقية، وهذا الطائر طائر عادي، يعني لا يستطيع أن يشعل النار ولا يحرق ولا أي شيء. إنما الشخص الذي قام بتركيب هذا الفيديو في الأسفل على الكلام في الأعلى، فسبب مشكلة لبعض القراء، فبدأوا يشككون حتى بالمعلومة ذاتها. الآن سنتعرف على المعلومة الصحيحة التي كشفها علماء من جامعة أستراليا. طبعا أيها الأحبة، باحثون في جامعة سيدني الأسترالية وجدوا شيئا غريبا، أن طائر الحدأ، طبعا الحدأ بكسر الحاء وفتح الدال، هذا الطائر يتعمد إشعال الحرائق في الغابات وبطريقة احترافية، حيث يستخدم منقاره ومخالبه ويحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه. طيب لماذا يفعل ذلك؟ سبحان الله، هو يفعل هذا منذ آلاف السنين، ولكن لماذا؟ طبعا أيها الأحبة، هذه حرائق هنا في أستراليا حصدت العديد من الأرواح، آلاف الكائنات الحية حرقت، مساحات هائلة جدا دمرت، وحمل المسؤولية العلماء، حملوا المسؤولية لمن؟ لهذا الطائر. هذا الطائر أيها الأحبة شيء غريب، شيء غريب جدا، هو طائر يحب الحشرات والفئران، فيأتي بالقرب من أي حريق. يعني هنا مثلا هذا حريق بدأ للتو، ماذا يفعل هذا الطائر؟ يسرع إلى هذا الحريق كما نرى هنا، ويبدأ بالتقاط العيدان من وسط من أطراف الحرائق، العيدان التي طرفها مشتعل وطرفها الآخر لا يزال يعني غير مشتعل، فيمسك الطرف غير المشتعل بمنقاره، ويحمل هذه القضبان الخشبية المشتعلة أو المحترقة، ويذهب بها إلى مكان آخر، فيوسع مكان الصيد، فيوسع مكان صيده.
لماذا؟ لأنه يريد أن يحرق هذه المنطقة لتنكشف أمامه فينقض على الحشرات والكائنات وبعض الأنواع الزواحف والكائنات ليفترسها. تصوروا كم هو شرير، هو يحرق ليؤمن غذائه. علمتم الحكمة أيها الأحبة؟ لذلك نتائج هذا البحث نشرت في مجلة إثنوبيولوجي في يناير 2018، ويقول الباحثون إن هذه الطيور المؤذية تنشر الحرائق لتوسع مناطق صيدها وتستخدم تقنيات عالية. السكان المحليون في أستراليا يعرفون ذلك منذ زمن بعيد. هذا الطائر أيها الأحبة عندما أهمله الناس ولم يطبقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في الحرائق التي حدثت مؤخرا في أستراليا، وأحدثت دمارا رهيبا للبيئة، رهيب جدا. يعني ملايين الكائنات قتلت يعني في تلك المنطقة، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، يعني بدأ العلماء الآن في القرن الحادي والعشرين يتنبهون لخطورة هذا الطائر، وبدأوا بملاحقته ويعكفون على دراسات ليجدوا طريقة للتخلص منه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا حذر من هذا الطائر صلى الله عليه وسلم. فالتحذير الذي يطلقه العلماء اليوم أيها الأحبة أطلقه حبيبكم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي يستهزئون به، يشتمونه، يقولون إنه نبي جاء بالإرهاب وجاء بالسيف. انظروا، هذا النبي يعلم علماء أستراليا، يقول لهم ويقول للبشرية جميعا احذروا هذا الطائر. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق. طيب، من أخبره؟ من الذي أخبره بذلك؟ يقتلن في الحرم، مع العلم أن الحرم الصيد ممنوع، محرم فيه. رغم ذلك بسبب خطورة هذه الكائنات يجب قتلها. من هذه الكائنات الحداء، الحديث رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، يعني أنا أود أن أتساءل أيها الأحبة، يعني مثل هذه الظاهرة لم يرها النبي في مثلا في الجزيرة العربية، لأنه لا يوجد غابات لتحترق ويرى هذه الظاهرة. ثم هذه الظاهرة تحدث باستمرار لآلاف السنين، والسكان المحليون يعرفون ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الطائر. انظروا كيف يبتهج ويفرح ويحوم حول هذه الحرائق، ويوسع ويحرق المحاصيل ويحرق الغابات لتنكشف أمامه هذه المنطقة ليصيد، ليصطاد هذه الفرائس. طيب، هذا الكائن يضر نفسه أيضا، يضر نفسه. لماذا؟ لأنه إذا أحرق هذه الكائنات وهذا الغطاء النباتي لن يجد ما يأكله، لن يجد ما يأكله، سيموت. يعني التخلص من هذا الطائر هو رحمة بهذا الطائر وبالبشر. طبعا هذا الطائر أيها الأحبة خلقه الله لحكمة محددة، له دور مهم في التوازن البيئي، يعني لا نستطيع أن نتخلص منه نهائيا. هو موجود، يقوم بقتل الحشرات، بالتخلص من كثير من الأشياء الضارة، الفئران كذا يأكلها، فله دور في التوازن البيئي. فلذلك النبي نصحنا أن نبعده عن مناطق سكننا لكي لا يتسبب بأذى أو بأشياء خطيرة. طيب، بالله عليكم كلمة أخيرة، ألا يستحق هذا النبي أن نحترمه ونكرمه بدلا من أن نستهزئ به صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي الكريم ما الذي يدعوه للخوض في هذه القضايا العلمية الدقيقة؟ يعني البحث متى نشر؟ متى نشر؟ 2018. البحث نشر أيها الأحبة في 2018. الباحثون يقولون إنها المرة الأولى التي يكتشفون ذلك. طب، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. من أخبره بذلك؟ إذن هذا الحديث هو معجزة أولا،
يشهد على صدق هذا النبي وأنه متصل بالوحي الإلهي. الشيء الثاني، النبي رحيم بنا ورحيم بهذه الكائنات. والشيء الثالث، هذا الحديث هو معجزة تشهد بصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.